ما ترد بقى. الو، بقول لك ايه، انت تجي دلوقتي وبسرعه حالا، خلاص، ويكون في علمك تكون اخر مره. لا خلاص ما تلاقيش، جاي لك طياره. سلام. ايوه كده. ايه الدهب هو ها، بس يكون في علمك تكون اخر حاجه تطلبها مني. لو طلبت مني اي حاجه تاني مش هديها لك. خلاص سيبني بقى في حالي يا اخي، بقى عايز اعيش بقى وعلى ربع عيال. خلاص بس بعد كده مش هطلب منك اي حاجه تانيه. اما نشوف. حليني بقى. سلام. سلام. انت لسه نايمه؟ خليكي من مصدر العباده. مراوده. ايه براود، ايه اللي خير، ايه اللي رجعك بدري كده يعني؟ الحمد لله. بقول لك ايه، امي فين؟ امك زي عاديتها يعني، انت اتفرجت على التلفزيون وتنام على نفسها وهي قاعده. ماشي ربنا يديها الصحه. بقول لك ايه، انا العربيه عطلت مني ورحت عند الميكانيكي، قال لي عايزه عمره، وانت عارفه طبعا الفلوس كانت معانا كلها، شرينا بيها العربيه. احنا لسه ايوه شارينها جديده، اول ما عطلت يا محمد. هنعمل ايه بقى، كل حاجه بتاعت ربنا. بقول لك ايه، ما تجيب الدهبتين اللي معاك اروح ابيعهم، وان شاء الله اعمل عمره العربيه. انت عارفه يعني ايه مصدر اكل عيشنا، وان شاء الله شهر ولا شهرين كده يبقى اديك تجيب الذهب ان شاء الله. طب ماشي، وهي جرايات الذهب حاضر هجيبه لك. ده حاجتك يا محمد. حاضر استنى هجيبه لك. ياه سبحان الله، ده انت سهلتها عليا خالص يا محمد. ده انا كده ضربت عصفورين بحجر. اطلع اقول له بقى انا مش لاقيه الذهب، وهكده كده هيلاقي الذهب مع امه، وتبقى امه هي اللي سرقته، والذهب اللي عماد خده محدش يعرف عنه حاجه. يا حاجة. يا حبيبي. ايه مرحبا. ازيك يا مراد؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هي مش تقومي تنامي كده على السرير وتخش تقعدي؟ ايه ده، انا بكبر خمس دقايق كده عشان اقوم اصلي. ماشي حبيبي. الحاني يا محمد. ايه في مش لاقيه الذهب؟ مش لاقيه الذهب؟ يعني مش لاقيه الذهب؟ مش فاهم يعني. مش عارفه انا قلبت عليها الدنيا مش لاقياه. يا بنتي دوري عليه تاني كده. بقول لك دورت قلبت عليها الدنيا. هو في حد بيخش غريب البيت؟ لا ما فيش حد بيخش لنا البيت، ومفيش حد قاعد معانا الا امك. الا امي؟ حاسده على كلامك، يعني ايه الكلام انت بتقوليه ده؟ يعني محدش بيخش الاوضه عندي الا امك. كذا مره اشوفها داخله اقول له خليها براحتها، يمكن بتشوف حاجه، يمكن بتاخد حاجه، بس ما توقعتش ان هي تسرقنا وتاخد ده. حاسده على كلامي. بقول لك ايه، فتشها يا محمد. يا بنتي انا عايز اسرق دهبك. فتشها. فتشها يا بنتي، تجنتي. خلاص انا اللي هفتش. اهو الده. انا كان قلبي حاسس. اهو الده، عشان انت مش مصدقني. يا سبحان الله، ده ربنا عمل كده بس عشان يكشف حقيقتها، اللي العربيه تبوظ وتيجي تسال مين الدهب. بس خلاص بقى، بس. بس ايه؟ بس ايه؟ بقى هي تسرقنا؟ بس خلاص بقى، في ايه؟ روحي بقى دلوقتي شوفي انا هنعمل ايه دلوقتي. يا حبيبي يا رب. والله يا ابني ما اعرف الدهب ده جالي ازاي. يعني اما اكون راكب رجول يما وجالك عند حد عندك يما؟ طب قول، لو كنت عايز الدهب كنت هجيبه لك لحد عندك. يا ابني انا عمري ما اخونك ولا اخد حاجتك. طب انا اقول لمراتي ايه بقى دلوقتي بيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. شفت وتاكدت بنفسك منه طلع حرامي وقاعده تاكل وتشرب معانا في البيت؟ خلاص بقى المره ده بقى حصل خير. وبعدين يعني ممكن يكون امي يعني بحسن نيه يعني الدهب كان نرمي هنا ولا هنا وحطيته في جيبها، يعني مش بنيت ان هي تسرقه. حسن نيه؟ اه، ما انت لازم تدار عليا. هي اللي هي لعبه في الارض هتحطها في جيبها وتسكت؟ ده الدهب ده انا حطاه في اخر الدنيا قافله عليا بالمفتاح. ومين اللي قاعد معانا وعارف مكان المفتاح وعارف، واكيد بيشوفني وانا بخش. خلاص بقى الحمد لله، هذه ادينا لنا الدهب يعني، والدهب بقى يعني خلاص هي هتعدي كده وخلاص. بقول لك ايه بقى، يعني عايزين نعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجه، بس خليك عارف بقى اي حاجه هتروح في البيت هي لوحدها. احنا خلاص عايشين مع حرامين، وتفضل بقى روح بيع الذهب. مع السلامه. خلاص بقى بطل الكلام ده. السلام عليكم. انا مستغرب الذهب ده جاني ازاي، بس يا ترى محمد ابني هيصدق فيا كده؟ يا رب اظهر الحقيقه يا رب. على فين ان شاء الله يا حماتي؟ رايحه اصلي الظهر. يا سبحان الله، يسرقوا ونقول هنصلي، مش عارفه ازاي ده. الله يسامحك يا بنتي. انا حسبتك رايحه عند بنت. ان شاء الله هروح اقعد يومين ولا حاجه عند بنت. يومين ولا يومين ولا حاجه، ان شاء الله تقعدي العمر كله عند بنت. ماشي ما تقلقيش. ماشي. انا وراكي وراكي يا حماتي. ايه ده، انا هتجنن. انا جايب الذهب بنفسي، وراح اوديه عند السايغ، يقول لي ده فالصو؟ ازاي؟ ايه ده؟ لا كده في حاجه ولازم انا اعرفها. كده لما محمد يروح للسايغ ويعرف ان الغوايش طلعت فرسو، هقول له امك هي اللي بدلتها وجابت بدلت الذهب الحقيقي وجابت بداله الفرسو ده عشان تحطه مكانه ومحدش ياخد باله، وكده كده محمد هيصدقني عشان شاف بعينه.
يا ام راوته. ايه يعني رجعت بالدهب تاني ما بحتوش ولا ايه؟ خد الدهب اهو، دهب فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي يعني؟ فالصو زي الناس يعني، رحت لنفس السائق حتى اللي انا شاريه منه قبل كده، قال لي الدهب ده فالصو ونفس الشكل. تبقى ما فيش غير امك هي اللي عملت كده. اه راحت بدلت الدهب عشان تحط مكانه ومحدش ياخد بال. لا بقول لك ايه، امك دي ما تستناش هنا. طب يعني اوديها فين يعني؟ دهب اللي فالصو وامك بعته. وديها في اي حته. وديها فين يعني؟ دهب يا ابني اللي انا بعته. دهب يا اما اللي بعتيه يا اما. يا اما انت ليك عينك الكلام يا اما تاني يا اما. ما انت اهو الدهب يا اما مطلعينه يا اما من جيبك. فين يا اما الدهب الحقيقي؟ انا محتاج فلوس عشان عايز اصلح العربيه. والله يا ابني انا ما خدت دهب ولا شفته. الحق يا محمد ده بتنكر تاني. يا اختي عارف ان انت طلعتي مش سهله خالص. بصي حرام عليك. بقول لك يا اما دي ما تستناش في البيت. يعني هي عادي كوم وهي قاعده لوحدها كوم لوحديها. بقول لك ايه، انت عندك حق. بقول لك يا اما، مش انت كان نفسك تروحي تقعدي تقعد عند بنتك وانا اللي كنت مصمم تقعدي هنا؟ بقول لك ايه، خدي الدهب اهو، يبقى معاك الفصل ومعاك الاصل، ويلا روحي يا اما عند بنتك. اه هي اكيد بايعه الدهب عشان بنتها اصلا. يلا يا اختي مع السلام. بقول لك ايه يا بنت، انا بعت الدهب وقطعوا 60,000. بتقول ايه؟ 60,000؟ والنبي؟ طب خلاص هات الفلوس وتعال. نعم يا ماما. طب وحماتك؟ حماتي؟ لا حماتي ما تقلقش، حماتي لبست الليله وخلت محمد منشاه من البيت اصلا. خلاص يلا مستنياك. طب خلاص ماشي جايلك. سلام. ايه ده؟ حماد؟ حماد اخو مراتي؟ انا مش قال الشخص ده 100 مره ما تدخلوش البيت؟ ده انا ما بطقهوش، ده انسان زباله. بس وديني لو وريني. اتاخروا خلاص اخر الجنه. خش خش خش. ايه فين الفلوس؟ فلوسي يا اختي. فلوس ايه؟ انا عايزه الفلوس عشان ده جوزي واقف في مشكله العربيه، جوزي عايز يصلحها والعربيه احنا عايشين منها اصلا. اه طب بص اقول لك يا اختي، انا ساعه ما طلبت منك الذهب انا واقع في مشكله جامده، ويا دوبك ال 60,000 دول هيمشوني يعني ويطلعوني المشكله اللي انا فيها دي. نعم انت بتقول ايه وانا بعمل معاك كده عشان تقول لي مش عارفه ايه؟ بقول لك عايزه. طب خلاص يا عم هات 30 وانت 30. يوه انا ما اقدرش اديك ولا جنيه من الفلوس. انت عبيط ولا ايه؟ ده حاجتي. تبقى حاجتي وتحرم عليه ولا ايه؟ اه لا انا على كده ممكن بقى اقول لجوزك، اقول لجوزك انت اللي مداني الذهب، واقول لك انت اللي ظلمتي امي. يعني دي اخرتها عشان اعطيت لك الذهب تقول لي كده؟ براحتك بقى انت. ما دي غلطتي فعلا، انا الغلطانه واستاه. ايه ده بقى هي كده بقى؟ انت تاخدي الدهب تدي لاخوكي ويبيعه وانا اطرد امي؟ ماشي كلام عندي يا اختي. بقول لك ايه، بيع له اي حاجه بقى. سلام. ايه بقى كده يا عماد؟ الله يخرب بيتك يا عماد، الله يخرب بيتك. انا اللي استاهل اللي انا عملته بنفسي كده؟ انا الغلطانه اللي سمحت كلامك منك لله يا عماد يا اخوي. محمد انت جيت؟ ايوه جيت يا بنت الاصول. ايوه محمد في ايه؟ في ايه؟ مال؟ عرفت كل حاجه. عرفت؟ عرفت ايه يعني؟ عرفت ان انت اللي بعتي الدهب انت واخوكي، انت واخوكي الجبان الزباله. اه هي امك بقى فهمتك كده ولا ايه؟ مش هم اللي فهمتني، انا سمعت كل حاجه من بره ورا الباب، حتى بعته بالاماره للذهب ب 60,000 جنيه وما رضيش يديكي ولا جنيه عشان تصلحوا العربيه اللي بتجري عليك وعلى عيالك، صح ولا غلط؟ والله يا محمد انا مالوش ذنب، هو اللي ضحك عليا وفهمني اللي هو هيبيعهمني ويجيب لي الفلوس. ومالها الست المسكينه الغلبانه دي؟ امي اللي انا طردتها بره. معلش يا محمد. معلش. حقك عليا انت وامك، وانا هروح اعتزلها ومفيش اي حاجه حصلت عادي يعني. انت من النهارده اساسا مش هتنفع تعيشي معانا، ودلوقتي حالا هتمشي. يلا اطلعي بره. بره. استغفر الله العظيم يا رب. انا لازم دلوقتي اروح لامي واعتزلها وابص فوق دماغها كمان.